أساسكي حزبي إس واي زي والأساسي كل سجال بقول أفرطني صدق لي سنة تمنكي مية حزبي قال سومرك هالو أساسي مجال هذا مقدسه وح أساسي صدق لي تمنن أو سوماليا صدق لي تمنك إنه أساسي أو سوماليا وحي قوان كوغارين إن شنطة سوماليا مالسو كانان مركي وروح اللبعي مركي وروح اللبعي S Y C مركي أريق C و Somali Youth Club باوحو مثلا حق أفك إنجليزكا قارت أفك يظهره أما قعانت إذا إنت هره مركي ويلي راتي وحين أبعي ينكو سيقال بغا فرني تدوغي S Y L Somali Youth League وركا إساقا ركي وركا يوحا كبدها ياسين عثمان دار حاج دار محمد علي حيسي وحكم ذا سخاو الدين وحكم ذا دار حاج دار وحكم ذا عبد القادر سخاو الدين وحكم ذا دقوينة وحاقود دنبي علي بردورة وكل انتي مقال ذا قريوري أسوأ الوحي كوكوري ستي لنك كوفرتا يوغوي اي وحيش للعا اني كعيان ومدى waxay ku guuleysteen in umada ka dhaadhiciyaan naciibka gumeysiga waxay ku guuleysteen in Soomaali mideeyaan waxa la gaaray heer ninka Soomaaliga haduu dharba xan Soomaaliya uu ku dhawaado inuu gacantisa gooyo qaarna ay gooyeen ba waxa soo noqotay walaalnimadii Soomaalida waxa soo noqotay hiddinnada Soomaalida waxa soo noqotay isticmaalka Soomaalida waxa soo noqotay Soomaalidu inay tahay ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون من يكون هناك 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 مركز وحلو أستيي إن الجرا عبد الله عيسى محمود إلى عجنة فردوسا كورابية إنه هذه يونايتد نيشن كا وحكوب حيي خرس لأن بقول يكون تكون الجرا وحلقة أروليي from كسمايو إلا برارة إلا قندرة إلا جيجيجا إلا أرجيزا بلقة أروليي برعة سنواج بقول يكون تكون الجرا عبد الله عيسى مركي وبحيي ba ingiriisku wuxuu damcay inuu khaarijiyo waxaan booskiisii bedelay nin isu gobol ka soo jeediyeen oo gobolka muusig ka soo jeediyay oo la oran jiray maxamed abdu yusuf muri oo dhawaan ku geeriyooday 2019kii magaalada nairobi oo soomaalidu ay u qaaday xaggaas iyo nairobi markuu jiray irbadii sunta ahayd waxaa lagu dhuftay nin kale yiraahdo maxamed abdu yusuf muri oo isku ekaayeen عبد الله عيسى محمود عبد الله عيسى تداس كوبحي شركو وغيب قيلا مقالة باريس عبد الله عيسى بركو تجي مقالة باريس شركي وحال حولي مقالة لندن وحنا كسوق قيب قيلا يي كمن ودون فربضان أي كمليين كوا أفريكا كوا إيشيا هي كوا لاتين أمريكا صادرت با لندن لجوا رجية عبد الله عيسى لعبتو وحي وأكيد مقالة باريس باريس مركو تجي وحاج عن أفضي أوركا أوركا مدبتكوركا أو الهايان أفريكان أفريكان كمدو أمريكان كا بلاك أمريكانس كا وحان أوركا الأورنجري ناشونال أسوسيشن فور ذا أفرس أوف ذا كالر بيبل أوركا ساو سورجري إنه بحيو تيركا فروم باريس تو لندن عبد الله عيسى مركو لندن يميد كل اسماء هنا ودهم بدنا نقوم نبتون على يمدة شركة واحد لوح ولي نيويورك أو واحد سياسا أدونك أوتسين يا قرمة المذوي إن قبل يوم دوني يال مركز واحد العضي إن أرنتي فراي كبعضه عبد الله سواء من تذي وحنا سوية رسي مانك سوما لي هالك جوجي وحنا كقول سين إن بحيان تجر كا from London to New York waxaan ka qayb qaatay siman badan oo Soomaaliya oo u badnaa magaalada loo yaqaan Liverpool ee ku taal dalka Ingiriiska wixii London joogayna way kaceen mar labaadna waxa gacan taagay ururka
ليرادو ناشونال اسوسيشن فور ذا افورس اوف ذا كلر بيبل اوركي اس واي ال لو جيربو دغه حتور سميهي تيالاب امبونا كو قاده انجلش كتلانيغا وحانا كو ديمتاي حاوتاكو يا رغ بدن او سوماليا يا قبل بدن سوماليا وحا حطين مدان قبلها سومالو وحي قديين داب كودا لقاء اي سلسلو دا بي ايبينيال سي قبل نبدون كاللو تاقيرو عرين القرين كرينا ماان وقبلها سوماليا سي الحال لقو سوقي بغاتين تقالك قبل نبدون كا وحان أستان في عنوا حاوطاكو وحاكويا لوا فلار يقوري ماان حدا عرفتين أسو عبد الله عيسى مركو لندن تقاي wuxuu la kulmay nin Soomaali ah oo oran jiray Ismaaciil oo geeyga Mareykanka baar ku lahaa iyo guri ninka gurigii buu gaday wuxuuna siiyay Cabdullaahi Ciise lacagtiisa wuxuu wax kale kuma tari karee taa lacagtaana qaado sidii uu Cabdullaahi Ciise United Nations ka wuxuu uga jeediyay ama qaramada midoobay wuxuu doonayay wuxuuna sheegay inay gobolnimar rabaan Soomaalidu xilliga waxay dooratay in gobolnimada uu gaarsiiyo dalka Talyaaniga waxa loo yaqaan transitive council-ka ee kamid qaramada midoobay markaas waxa dhacday in Talyaanigu yiri gobolnimada gaarsiiyo waxa ficnaan lahayd in Ingiriiska la doorto laakiin Soomaalidu Ingiriisku waxay ugu carareysay Ingiriiska wuxuu ahaa dal xoog leh oo guulaystay dagaalkii labaad markaa waxa laga baqayay inay dhacdo sida Koonfur Afrika iyo sida Algeria ka dhacday in la saari waayo oo dagaalku u baahdo inay ku dhintaan malaayiin Soomaaliyeed walaw hadaan dib ugu noqono Seyd Maxamed Cabdiraxmaan Xasan asirti ku go'day gobolnimadoonka xilliga oo Soomaalida ay 1 milyan gaareen laakiin Soomaaliyeen kuna daraawsha way ka badan tahay wixii ku go'ay halkaasna Soomaalidu waxay in Ingiriiska magdhow weydiisato ilaa haddana Ingiriisku waa la diyaar yahay Soomaalidu waa la jeelaa dhacaysa in wax uu weydiisan Cabdullaah Ciise markuu arintii si dhameystay maabka dalkana uu fidiyay waxa caawimay safiirka Pakistan ee qaramada midoobay iyo safiirka Masar ee qaramada midoobay dibna wuxuu ugu soo laabtay dalka halkaasoo gamaska xurriyadda uu ka waday waxaana ku guuleystay 1960-kii in gobolada koonfurtu calanka dushiisa la suro habeen 6 saac intaasan ku soo afbeereynaa gobolnimadoonka Israel walow aan soo koobnay maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilaa